من الرحيم المحاضرة دي عن الانتيبيوتيك. Our lecture outline عندنا هنقول types of antibiotic يعني ايه selectivity definition characteristic of antibiotics والميكانيزم of action antibiotic sensitivity test والeffect of combination therapy antimicrobial resistance. هنتكلم أول define antimicrobial agent. Antimicrobial agent comprise antibiotic, disinfectant, antiseptic, يعني أي agent that kill microbes. It could be for therapy or for prophylaxis. Prophylaxis يعني أخدها عشان ما يحصليش الديزيز. Therapy عشان أعالج الديزيز. الانتيبيوتيك are produced naturally يعني في organism بتفرز الانتيبيوتيك. It could be cidal يعني تقتل completely destroy أي microorganism أو static يعني تinhibit الجروث بتاع الميكروorganism. بدل ما تبقى natural إحنا قدرنا نعمل modification على الناتشرال عشان تبقى اسمها semi synthetic antibiotic برضو فيها cidal وفيها static. النوع الثالث من الانتيبيوتيك هو السينتيتيك يعني احنا عرفنا الانتيبيوتيك التركيبة الكيميائية بتاعتها وصنعناها في المصنع. ديزانفكتنت زي ما قلنا ده النوع الثاني بتاع الانتيميكروبيال وبن it always apply على السيرفس زي التيبل فلور اللي هو زي الكلور يبقى it's apply on non-living surfaces. الانتيسيبتيك ده ممكن مثلا نستعمله زي الكحول يطهر بيه جرح ولا حاجة فبنسميه antiseptic. Antiseptic is applied on living tissue. Selective toxicity إن الانتيبيوتيك بتشتغل على target مش موجودة في الهيومن سيل يعني بتشتغل على target في الميكروبس والتارجت دي مش موجودة في الهيومن سيل دي اسمها selective toxicity. ندي مثل البيتا لاكتام دول انتيبيوتيك دي زي البنسلين مثلا دي بتشتغل على الفيجيتوجلايكان اللي موجود في السيل وول بتاعه البكتيريا. الهيومن ما عندوش ولا سيل وول ولا عنده فيجيتوجلايكان يبقى هو ممكن لو الدواء اتاخد الانتيبيوتيك ممكن يشتغل على البكتيريا وما يعملش اي هارم للهيومن سيل. زي ما حضرتك شايف دلوقتي اللي فوق دي عباره عن الانيمال سالي. اللي تحت اللي هي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. هتبص تلاقي هنا اهو مفيش اللي لونها غامق دي هو السيل وول والبيتيدوجلايكان برضه هنا اللون الغامق ده البيتيدوجلايكان بس اصغر او اقل سماكه في الجرام نيجاتيف وفي سيل وول. اذا الانيمال سيل مختلفه في التركيبه عن البكتيريا ما عندهاش سيل وول وما عندهاش فيتوكلايكان يبقى هو بيشتغل سيلكتيفلي الانتيبيوتيك على البكتيريا سيل. البكتيريا عندها its own enzyme and cell structure عشان كده بنقدر specifically الانتيبيوتيك بيأكت عليها. ما تقدرش تستعمل الانتيبيوتيك للفيروس لأن most الفيروس بيستعمل الهيومن انزيمز عشان يتكاثر لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه فيروسز عندها specific viral enzyme لها فعشان كده ابتدت الانتي فيرال دراجز تظهر وزي مثلا لما تيجي تعالج الايدز بتستعمل زيدوفيجين ده انتي اتش اي في دراج. الايدز بيتعالج ليه؟ لأن احنا لقينا إن في specific viral enzymes موجودة في الفيروس ممكن نصنع لها انتي فيرال دراجز. سبيكتروم اوف اكشن يا ترى الانتيبيوتيك ده هيموت كل البكتيريا؟ في برو سبيكتروم يعني بيشتغل على الجرام بوست والجرام نيجاتيف ويعمل كيلينج او سايدال او ستاتيك يبقى في برود اكتيفيتي للانتيبيوتيك لكن في نارو سبيكتروم يعني يا اما يشتغل على الجرام بوزيتيف يا اما يشتغل على الجرام نيجاتيف. في كمان ليميتد
يعني بيشتغل على single disease أو single organism. السيل وول هنبتدي خطوة خطوة. السيل وول سنسز انهيبيتور اللي هما بيشتغلوا على البيديوكلايكان الموجود في السيل وول، دول دايما بيبقوا بكتيريسايدر، عشان كده بيريكوير اكتيفلي جروينج بكتيريال سيلز، بالظبط زي لما واحد بيجري وبعدين انت تحط قدامه عائق زي مثلا عصايه هيقع. عشان كده الاكشن بتاعت الانتيبيوتكس في الحاله دي بكتيريسايدال وعايزه مين؟ اكتيفلي جروينج بكتيريا. لو هي سلولي جروينج مش هتشتغل عليها، زي ايه؟ زي التوبركلوزز مثلا، اللي هم المايكوبكتيريوم تبركلوزز اللي هي البكتيريا بتاعت الدرن، ما تقدرش تعالجها في البنسلين. ليه؟ لانها very slowly growing، لكن هي عايزها actively growing بكتيريا عشان تقدر تشتغل عليها. They have a high activity on gram positive organism. هنشوف انواع منها زي البيتا لاكتام antibiotic، زي الجلايكوبيبتايد اللي هو فانكومايسين، زي الساكلوسيرين بس ده توكسيك، والباسيتراسين برضو ده توكسيك دراج. هنتكلم على واحد واحد. البيتا لاكتام زي ما قلنا ده بيشتغل على البنسلين الكيفلوسبورم، بيشتغل على البيبتيدوكلايكان. طيب البيبتيدوكلايكان في أنهي ستيب يا ترى؟ في اللاست ستيب ان بيبتيدوكلايكان بايوسينثيس. ده يبقى عندنا أول واحد اللي هو البنسلين والكيفالوسبورن بيشتغلوا على البيديدوكلايكان بايوسينسيس، بينهبت البيديدوكلايكان بايوسينسيس في أنهي ستيب؟ في اللاست ستيب. الفانكومايسين عكسه بينهبت برضو البيديدوكلايكان بايوسينسيس بس في الأيرلي ستيب. إذا لو أنت عندك أورجانيزم ريزيستنت ليه البنسلين او الكيفلوسبورين استعمل على طول الفانكومايسين. ده اللي بيحصل في المالتيبل ريزيستنت ستاف اوريس اللي هو بنسميه المرسى، على طول بنستعمل الفانكومايسين في علاجه لما يكون ريزيستنت للبنسلين او الامبيسيلين والكيفلوسبورين. نقول الدواء الثالث اللي هو السايكلوسيرين. السايكلوسيرين ده توكسيك وبيشتغل على ايرلي ستيج اوف بيديدوكلايكان. الواحد اللي هو الباسيتراسين هاي توكسيك، عشان كده لما نيجي نستعمله بنستعمله توبيكال انتيبيوتيك من بره، ما نقدرش نديه حقن، ما نقدرش نديه اورالي، لا توبيكال على السكين. تعالوا بينا نشوف الاكشن بتاع الاربع ادويه اللي احنا ذكرناها. اول واحد اللي هو البيتا لاكتام، شايفين ده كل الخطوات دي عشان البيبتيدوكلايكان بايوسينثيسيس، هو بيشتغل في اخر الجلايكوبيبتايد والباسيتراسين earlier والearlier أكتر منهم اللي هو السايكلوسيرين. سيل ممبرين انهيبيتور يبقى انهيبيت الفانكشن بتاع السيل ممبرين. ده عنده نارو مارجن اوف سيلكتيف توكسيستي. احنا عرفنا يعني ايه سيلكتيف توكسيستي، ان بيبقى فيه فرق جوهري بين الهيومن سيل وبين البكتيريا سيلز، يعني الهيومن سيلز ما عندهاش التارجت اللي بيشتغل عليها الانتيبيوتيك. نفس الحكايه بالنسبه للبكتيريا سيلز، البكتيريا سيلز برضو عندها حاجات مش موجوده في الهيومن سيلز، لكن في بعض الاحيان بيبقى فيه سيميلاريتي ان فوسفوليبيد في البكتيريا والهيومن ميمبرين، فده بيقلل المارجن اوف سيلكتيفيتي، بيقلل المارجن اوف سيلكتيفيتي. يعني ممكن الانتيبيوتيك اللي انت بتديه يبقى توكسيك للهيومن سيل. They are microbicidal يعني بيعملوا توكسيك او بيعملوا كيلينج للميكروبز. عندنا البوليميكسين، الكوليستين والانفيتوريبسين بي ونيستاتين بنستعمله اكتر في الانتي فانجل. لو نركز على البوليميكسين والكوليستين برضو بيبقى ما نقدر بيتاخد البوليموكسين بيتاخد لوكال.
نمسك الاكشن الثالثه اللي هي بروتين سينسز انهيبيتور. دي بتحصل في الرايبوزوم دايما. اي انزيم لما يجي نصنعه بنصنعه في الرايبوزوم. يا ترى الرايبوزوم بتاعه البكتيريا مختلفه عن الهيومن سيلز؟ يس. بايه؟ بالسيديمنتيشن في السنتريفيجيشن. يعني احنا عندنا حاجه اسمها سبيردرك يونت. سبيردرك يونت اللي هي الاس دي اللي حضرتك شايفها دي عباره عن ايه؟ الريت اوف سيديمنتيشن ان سنتريفيجيشن. هتلاقي ان البكتيريا عندها 70 اس والهيومن عندها 80 اس رايبوزوم. اذا في اختلاف جوهري في التركيبه الكيميائيه بتاعه الرايبوزوم بتاعه البكتيريا وبتاعه الايه الهيومن سيلز. بص تلاقي ان التارجت بتاع الادويه اللي هنستعملها وهنشوفها دلوقتي في اللي بيشتغل على 30 اس وفي اللي بيشتغل على 50 اس. مش هيلاقي التارجت بتاعته على الهيومن رايبوزوم. دي اسمها سيلكتيف برضو. دي اسمها سيلكتيف توكسيستي. عندنا الايجنت اللي بتشتغل على 30 اس زي التتراسايكلين. الايجنت ده بتشتغل على ال 50 اس زي كلورامفينيكول والماكرولايد. الماكرولايد دي مجموعه كبيره منها الاريثرومايس. في كمان الكليندامايسين. ده الدواء ده بيشتغل على الانيروبيك بكتيريا. دول بيشتغلوا على ايه؟ بروتين سينثيسيس انهبيتور على الرايبوزوم. زي ما حضرتك شايف هنا على الصوره تبص تلاقي الكلورامفينيكول يشتغل على 50 اس، الاريثرومايسين على 50 اس، التتراسايكن على ال 30 اس اهو للرايبوزوم، والستريبتومايسين على 30 اس. يبقى ايه؟ ليه الحاجات السايت التارجت دي والسايت دي مش موجوده في الهيومن سيل؟ النيوكليك اسيد برضو بتاعه البكتيريا مختلفه تماما عن النيوكليك اسيد بتاعه الهيومن. يبقى في سيلكتيف اكتيفيتي. عندنا انهيبيشن اوف دي ان ايه. عندنا ادويه اسمها مجموعه الكينونوز على الار ان ايه، مجموعه الريفانتسين. يبقى دي نعمل سمرايز للاكشن اوف انتيبيوتيك في على السيل وول سينثيسيس اللي هم البيتا لاكتام اللي هم الفانكومايسين والبيتا لاكتام، وفي الباسيتراسين اتكلمنا عنه قبل كده، والسيل ممبرين وقلنا في نارو سيلكتيفيتي ادينا مثل اللي هو بوليميكسن. عندنا اللي بيشتغل على الامينو جلايكوزات ال 30 اس تتراسايكل، واتكلمنا على ال 50 اس اللي هو برضو اللي بيشتغل على البروتين سينثيسيس اللي هو الماكرولايد والكليندامايسين والكرونانفينيكول اتكلمنا عنهم. وبعدين اخر حاجه اتكلمنا عليها اللي هي النيوكليك اسيد، وبنقول انها مختلفه تماما عن النيوكليك اسيد اللي هو كينونوز والريفامبيسين. مختلفة تماما عن النيوكليك اسيد بتاعة الهيومن سيلز. هنا بقى لو لاحظتوا حاجة اسمها فوليت سينثيسيس هنتكلم عليها دلوقتي. ان الفوليك اسيد بتاعة الانسان بياخدها جاهزة، لكن الفوليك اسيد بتاعة البكتيريا هي بتصنعها بنفسها. اذا في حاجة اسمها فابا اللي هو بتستغله عشان تعمل بيه الفوليك اسيد. هنشوف احنا هنعمل ايه. يبقى اسمها كومبيتيتيف انتاجونيزم انهيبيتورز اوف فوليك اسيد سينثيسيس. عندنا السلفونامايد او الترينيثوبريم ميزوتوكسيد كلها بكتيري ستاتيك، مش بكتيري سايد، بكتيري ستاتيك، لكن برضو لها اهميه. يبقى دول الانتي مايكروبال السلفونامايد والترينيثوبريم دول انالوج لمين؟ للبابا اللي هو بارا امينو بنزويك اسيد. بارا امينو بنزويك اسيد ده البارا امينو بنزويك اسيد مهم جدا في التصنيع بتاع الفوليك اسيد للبكتيريا، بارا امينو بنزويك اسيد. طيب هم هيعملوا ايه؟ هيعملوا تنافس معاه، كومبيت وذ بارا امينو بنزويك اسيد تو الانزيمز اكتيف سايت اوف ذا انزيم يوزد ان برودكشن اوف فوليك اسيد. يبقى ايه؟ يبقى هو بوظ الشغل بتاع الانزيم. ان لو انت هو عايز البابا الانزيم ده وانت اديت بديل له اللي هو السلفونامايد والترينيثوبرين هيتلخبط وهيوقف، مش هيكمل تصنيع الفوليك اسيد. انتي بايوتيك سنسيتيفيتي
عندنا حاجتين مهمين وفيري سنسيتيف اللي هي المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن والمينيمال باكتريسايدال كونسنتريشن. دي اسمها الكوانتيتاتيف ميجر ان فيترو اكتيفيتي اوف انتيبيوتيك. عايز تشوف الانهبيتوري كونسنتريشن مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن بتاع الانتيبيوتيك اللي بتستعمله او البكتريسايد. هنعمل ديفينيشن الاول للام اي سي. المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن ده lowest concentration of antibiotic that inhibit البكتيريا of inhibition of visible growth. Inhibition of visible growth. احنا نتك على visible growth under standard condition. السلايد دي بتورينا ال MIC. ال MIC بتتعمل ان احنا بنعمل serial dilution لل antibiotic في انابيب مختلفة. يعني بنحط هنا ادي انتيبيوتيك تركيز واحد وبعدين بنخففه واحد على اثنين، خففه واحد على اربعة لغاية لما نوصل تخفيف 512 مرة. الانابيب الاولانية دي بنسميها الكنترول، بنحط البكتيريا وبنحط هنا، ما بنحطش هنا البكتيريا. طبعا انت متوقع ان انت لما تعمل سب كالتشر على نيوترينت اجار مش هتلاقي جروث، لكن هنا بتتوقع انك تلاقي جروث لان هنا نوع انتيبيوتيك بس البكتيريا موجوده فهتكبر. دي بنسميهم الاثنين دول الكنترول بتوعنا. طيب من اول الانبوبه دي هنحط equal amount of growth of bacteria، يبقى كل الانابيب دي containing the same amount of bacteria. لكن هنا بيختلف ايه؟ الدايلوشن ده عن الكونسنتريشن هنا عن الكونسنتريشن هنا عن الكونسنتريشن هنا. طيب الفيزيبل no growth of bacteria فأنهي أنبوبة؟ واحد على تمانية ده visible. لكن أنت لو خدت جزء بالإنوكولوم وحطيتها على طبق اسمه نيوترينت أجار أو بيتري ديش هيديك growth، وبعدين هنا هناخد هنا هيديك growth وهنا هيديك growth. الأنتيبيوتيك اللي هو المركز قوي هو اللي إيه قتل البكتيريا. Minimal inhibitory concentration is the last dilution or the lowest concentration that inhibit visible growth. Visible اللي هي واحد على تمانية. تمام؟ هنشوف السايدل يعني ايه في السلايد الجاي. Break point يعني ده الconcentration اللي انت بتديه للpatient، والconcentration ده في السيرم ان اوبتيمال دوز، هو الاوبتيمال دوز اللي انت عايزه او الشركه بتقول لك استعمل مثلا جرام كل 8 ساعات. يبقى البريك بوينت اوف اني انتي مايكروبيال از ذا كونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا سيرم ويز اوبتيمال دوز. هو الاوبتيمال دوز هو ده المتوقع انه يقتل البكتيريا. طيب لو الاورجانيزم اللي انت عزلته مثلا من ال patient ال MIC below البريك بوينت are sensitive، يبقى انت شغال كويس، يعني هو هيديك نتيجة في العلاج. لكن لو الأورجانيزم اللي انت عزله من ال patient ال MIC above البريك بوينت، يبقى اعرف ان الأورجانيزم ده resistant للأنتيبيوتيك. Bactericidal concentration MBC يعني the lowest concentration of antibiotic that kill mean 99.9 of the original inoculum in a given time. طيب يبقى احنا هنشوف كده، نلاحظ نفس الايه الصورة اللي احنا شفناها، برضو بنحط هنا ده الكنترول تيوبس وده الانتيبيوتيك وده انتيبيوتيك وده انتيبيوتيك هنا، وعملنا له دايلوشن لغايه 512، وهنحط نفس كميه البكتيريا في كل الانابيب. يبقى شايف هنا موت البكتيريا، وهنا نقلناه after proper time، بنخلي الانتيبيوتيك in contact مع البكتيريا for proper time، وبعدين بننقلها على solid media. تبص تلاقي هنا نو جروث، وهنا نقلناه نو جروث، وهنا نو جروث، لكن دي ادت ايه؟ ادت جروث. خلاص؟ يبقى يا ترى البكتريسايدال افكت بتاعته 1 على 8 ولا 1 على 4؟ انا بقول 1 على 4 لان هي the lowest concentration of the drug اللي هي قتلت مين؟
قتلت البكتيريا. يبقى ال MIC test of moderate resistant bactericidal drug، ان احنا بنخفف الانتيبيوتيك بتاعنا، بنحط كمية متساوية من البكتيريا، بنسيبهم مع بعض for a proper time، وبعدين بعد ال proper time ده نروح نقلينه على السوليد ميديا. المفروض ان دي no gross، يبقى موتت. هنا نمرة 2 برضو موتت، الدايلوشن 1/4 خففناه 1/4 موت، لكن 1/8 visible no gross، لكن لما حطيتها على الطبق لا لسه عايش. يبقى ال MIC MBC اللي هو ال MBC بتاعتي اللي هي السايدل بتاعتي 1/4، لكن ال MIC بتاعتي 1/8. ايه اللي بي افكت الانتيبيوتكس في تيست؟ الهوست فاكتور، يعني يا ترى سايت اوف انفكشن فين في البرين، يا ترى الدواء الانتيبيوتك ده باس البرين بارير ولا لا. احنا دايما بنقول قاعده ان الان فيترو اكتيفيتي اللي بتتعمل في المعمل از نوت اولويز ذا سيم از ان فيفو اكتيفيتي. ممكن يكون فيه فايبروزز، ممكن يكون فيه عوائق عشان للانتيبيوتك عشان يوصل للبكتيريا. كومباينيشن ثيرابي احنا بنعملها ليه؟ بندي اكتر من دواء ليه؟ اول حاجه لو كنا عايزين نمنع الامرجنس اوف ريزيستنت سترينز، ده مشهور قوي في علاج الدرن او المايكوبكتيريوم تبركلوزس. ليه؟ لان علاج الدرن بياخد 6 اشهر، لو انت استعملت دواء واحد خلال ال6 اشهر البكتيريا هتعمل له ريزيستنس، يبقى احنا بنغفلها ونلخبطها، بدل ما ندي دواء واحد بندي 4 دراجز وبعدين بندي 2 دراجز لفتره معينه، بندي 4 وبعدين بندي 2 دراجز. برضو الكومبينيشن اوف بندي اكتر من انتيبيوتيك في الامرجنسي كيس، والله عندنا حاله فيها انفكشن وعايزين مش عارفين احنا الكالشر سنسيتيفيتي بتاعتنا ايه او اللي هو حساس لايه، على طول نروح مدينه فور سيرتن تايم، يعني فيو دايز، لغايه لما المزرعة والحساسية ايه تبان، وندي على طول الايه البروبر انتيبيوتيك. تو تيك ادفانتج اوف سينرجيزم، يعني دايما اندوكاردايتس، هنتكلم عن السينرجيزم قريب. اندوكاردايتس والسبتسيميا دايما بيتعالجوا ب تو انتيبيوتيك. تو تريت ميكس انفكشن، يعني انت دلوقتي الانفكشن موجود عندك انيروبيك وايروبيك، يبقى انت لازم تستعمل أدوية للأيروبيك وأدوية للأنيروبيك. الإفكت أوف كومباينيشن، يعني إيه كومباينيشن؟ قلنا نستعمل أكتر من دواء. أنتيبيوتيك سينرجيزم، يعني إيه سينرجيزم؟ يعني من اسمها كده، لا دول هما الأنتيبيوتيكس بتدي إفكت أكبر من الإفكت المتوقع. أنتيبيوتيك أنتاجونيزم، يعني بي إيه عكس بعض. إنديفرنس، لا مفيش فرق سواء كان اديت 1 أو 2 مفيش فرق. طيب هنتكلم على السينرجيزم الثاني. effect of combination is greater than the sum of effect of individual antibiotic. تحب يحسبوها، يا ترى لو انت اديت الانتيبيوتيك لوحده احسن ولا اديت مع واحد تاني؟ لا مع واحد تاني، انهم بيكملوا بعض. مثلا البانكومايسين ده بيشتغل على السيل وول، الجنتامايسين ده بيشتغل على تارجت تاني اللي هو الرايبوزوم. اذا لو احنا ادينا الاثنين هيدينا ايه؟ effect greater than expected. antagonism، لا دول بيعكسوا بعض. interfere with the action of each other، زي ايه؟ مثلا التاينام مثلا او الايبينام، ده بيعمل ايه؟ بيحفز البكتيريا، بيقول لها طلعي بيتا لاكتاميز. البيتا لاكتاميز ده بيكسر مين؟ البيبراسيلين، ده زي البنسلين كده اهو، من مجموعه اللي بيشتغلوا البيتا لاكتام، بيشتغلوا على البيبتيدو جلايكان ويكسروا. يبقى انت ما تقدرش تستعمل الايميبينام مع البيبراسيلين، لان انت عارف ان التاينام ده هيكسر مين؟ هيكسر البيبراسيلين. انديفرنس، هما بيشتغلوا على نفس التارجت، فايه بقى الفايده لو انت استعملت الفانكومايسين او البنسلين او الكيفالوسبورون اللي هم كلهم بيشتغلوا على ايه؟ سيل وول. طيب وانا
استفدت ايه؟ لا لازم نستعمل ادوية كل واحد بيستعمل في تارجت مختلف. طب يا ترى ايه الفاكتور ذات انفلوينس الشويس اوف انتيبيوتيك؟ اول حاجه السايت اوف انفكشن، هو فين الانفكشن؟ هل هو في البرين؟ عشان احنا بنعمل حساب البلاد برين بارير عشان الانتيبيوتكس يوصل. النيتشر اوف انفكشن، هل هو بكتيريا ولا فيروس؟ لان ما تقدرش تستعمل الانتيبيوتيك في الفيروس. هنستعمل كالتشر سنسيتيفيتي ريزلت، نشوف انهي دواء سنسيتيف، البكتيريا انهي بكتيريا سنسيتيف لانهي دواء. دراج توكسيستي، هل البيشنت بتاعك عنده ليفر فيلير، عنده كيدني فيلير، هل الدواء بيأثر على الليفر ولا الكيدني. ديوريشن اوف انتيبيوتيك، دايما الديوريشن بتبقى من 7 ل 10 ايام. طيب site of infection، choose a drug that can penetrate to the site of infection. عندك brain abscess يبقى لازم تستعمل أدوية بس blood brain barrier عشان توصل لل site of infection. nature of infection، ما تقدرش تستعمل antibiotic عشان الفيروس، antibiotic ما بتستعملش عشان تعالج الانفلونزا. برضو it's not used for fungus الانتيبيوتيك. كالتشر سنسيتيفيتي ريزلت، احنا دايما بنعمل كالتشر، بنزرع البكتيريا على طبق نيوترينت اجار او سيرم اجار ونحط ديسكات فيها انتيبيوتيك ونشوف هو سنسيتيف لانهي انتيبيوتيك. وعلى هذا الضوء بتبان بعد يومين او ثلاثه، المعمل بيحدد لنا الادويه اللي ممكن نستعملها، فاحنا بنمشي تبع الادويه الحساسه. potential of drug toxicity، يا ترى هو الدراج اللي انا بستعمله بيأثر على الليفر ولا الكيدني. لو العيان عنده مثلا ليفر سيروزس والدواء بيأثر على الليفر ما تقدرش تستعمله. نفس الحكايه لو عنده كيدني فيلير ما تقدرش تستعمل الادويه اللي بتأثر على الكيدني زي الامانيو جلايكوزايد. duration of antibiotic هي دايما من 5-7 ايام. ممكن العيان يوقف، لو وقف هيحصل emergence of resistant bacteria انه تحسن، حس ان هو تحسن، بيكملش الخمس ساعات ايام. لا قول له لازم تكمل خمس ساعات ايام والا emergence of resistant bacteria. complication of chemotherapy، complication عندنا toxicity، يعني ممكن الانتيبيوتيك ده اللي انت بتستعملها بيبقى toxic الليفر، توكسيك للكيدني and so on. ممكن يعمل حساسيه، ممكن بي emergence of resistance زي ما قلنا، ممكن super infection or overgrowth of resistant organism، يعني انت بتموت الاورجانيزم الحساسه والاورجانيزم resistance بتبتدي تتكاثر وتعمل لك مشاكل. toxicity عندنا في antibiotics زي الكلورامفينيكول يأثر على البون مارو ويعمل لها بون مارو depression لو استعمل لمده طويله. سيرتومايسين بيعمل دفنس في الايت كرينيال نيرف. الامينو جلايكوزايد بيعمل رينال فيلير. كومبليكيشن اوف كيموثيرابي، نقول برضو تاني حاجه اللي هي الالرجي، ممكن في ناس حساسه عندها حساسيه للبنسلين، في ناس حساسه للسلفونامايد خصوصا لو استعمل لوكالي على سكين بيعمل لها كونتاكت ديرماتايتس. الemergence of resistance occur in case of low dose، يعني انت ما اديتش proper dose. interrupted dose او العيان وقف العلاج. improper choice of antibiotic، ممكن يظهر resistant bacteria. super infection or overgrowth of resistant bacteria، لو انت طولت الانتيبيوتيك لمده شهر هيظهر مين؟ هيظهر يا اما resistant bacteria تظهر يا اما كانديدا تظهر. كانديدا بتعمل حاجه اسمها اورال ثراش. ايه الاورال ثراش؟ تبص تلاقي كل بطش بيضة كده في بق العيان. زودو ميمبرين كولايتس، ايه الزودو ميمبرين كولايتس؟ يجي له اسهال. ليه؟ كوزد باي بكتيريا اسمها كلوسيديم ديفيسيلي. طب ليه هي ما ماتتش؟ لانها ريزيستنت. يبقى سوبر انفكشن اور اوفر جروث اوف ريزيستنت بكتيريا. الانتي مايكروبيال ريزيستنس بتظهر ليه؟ لان احنا عمال على بطال بندي انتي بايوتيك ان هيومن اند فيترينري في البيطريين وفي المزارع عشان التسمين العجول.
فالانتيبيوتيك ريزيستنس كود بي ناتشرال ريزيستنس، هو البكتيريا مخلوقه ريزيستنت ناتشرال ريزيستنت للانتيبيوتيك اللي انت بتستعمله، او اكوايرد وهنتكلم عليها يا اما باي ميوتيشن يا اما باي ترانسفير اوف بلازميد اور باكتيريوفاج اند سو اون، هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى الانتيبيوتيك ريزيستنس ديو تو ميس يوز اوف انتيبيوتكس ان هيومن، لان احنا اي واحد ممكن يدخل الصيدليه ويصرف الانتيبيوتيك، يا اما في الطب البيطري بيستعملوه كتير، يا اما في الزراعه تسمين العقول. يبقى ممكن هذه الريزيستنس تبقى ناتشرال، هو البكتيريا زي المايكوبلازما مثلا، في عندنا بكتيريا اسمها مايكوبلازما ما عندهاش سيل وول، اذا كل الادويه اللي بتشتغل على سيل وول ما تنفعش معاها. اكوايرد دي نتيجه ميوتيشن، يعني انها اتحورت، او نتيجه انها acquiring genes of resistance زي البلازميد مثلا هنتكلم عليه. يبقى الناتشرال اورجانيزم لاك ترانسبورتيشن سيستم فور انتيبيوتيك، مش راضي يدخل الانتيبيوتيك، او لاك التارجت زي ما قلنا المايكوبلازما، المايكوبلازما ما عندهاش سيل وول اللي هي الاقل فورم بكتيريا، اللي ما عندهاش سيل وول ازاي انت هتستعمل الكيفالوسبورم والبنسلين على مايكوبلازما اللي بتعمل التهاب رئوي مايكوبلازما نيمونيا، ما تقدرش تستعمل البنسلين، مش هتجيب لك نتيجه. ليه؟ لانها ما عندهاش سيل وول. قلنا الاكوايرد ريزيستنس بالميوتيشن اللي هو التحور، دي بنسميها فيرتيكال ايفولوشن، يعني تيجي من الدوتر سيل الام، من الام حصل فيها ميوتيشن تروح للدوتر سيل اسمها فيرتيكال. اكتشينج اوف جينز دي اسمها هوريزونتال ايفولوشن، يعني تكون البكتيريا سنسيتيف للانتيبيوتيك وكل حاجه، يجي 6 بايلاي ينقل البلازميد اللي عليه الريزيستنت للسنسيتيف بكتيريا، يخليها ايه؟ يخليها ريزيستنت. اكتشينج اوف جينز. Change in the genetics عن طريق mutation قلنا spontaneous كده لوحدها occur in the locus ال control suspension drug لوحده، غير حصل تحور في لوحده spontaneous. Acquired resistance after introduction of the drug، انت ممكن تستعمل drug بص تلاقي ايه كل البكتيريا اللي موجودة في جسم الانسان اللي هي عامله انفكشن وسسبتبل لهذا الدراج ماتت، ما عدا مين؟ ما عدا ريزيستنس. دي بنسميها سيلكتيف بريشر. سيلكتيف بريشر انك انت نقيت الريزيستنس ترين عن غير قصد. ادي البكتيريا، مجموعه من البكتيريا زي ما احنا شايفين كده على الشمال، مجموعه اوريجينال بوبوليشن، هنا دي الريزيستنس بتبقى لو، وبعدين بتبقى هاي في الدي فايلت. يبقى احنا هندخل هنا الانتيبيوتيك، خلاص هتبص تلاقي هنا الاثنين دول عاشوا، وبعدين في الاخر ادي فاينل بوبليشن بيتكاثروا وحلوا محل مين؟ محل السنسيتيف وان. اذا انت دلوقتي عندك مشكله ان الفايبر فاينل بوبليشن الجديده ريزيستنس للانتيبيوتيك اللي انت بتديها، وهتعمل لك ري انفكشن. الحكايه ادينا ابتدينا بالنورمال فلورا اهي، وفي واحده ريزيستنت اهي، وانت اديت انتيبيوتيك تكاثر، بس هنا مايلد انتيبيوتيك ريزيستنس الاورنج ده، هي لسه موجوده عايشه، وبعدين اديت انتيبيوتيك تبص تلاقي ان دي هتموت، ومين اللي هيعيش في الاخر؟ انتيبيوتيك ريزيستنت بكتيريا. اكتشينج اوف جينز يعني ايه؟ اكتشينج اوف جينز يعني الجينات دي ممكن يكون لك عندك بلازميد مثلا، البلازميد ده عنده جينات كارينج ريزيستنس لانتيبيوتيك معينه، عمل 6 بايلاي نقل هذه الجينز لسنسيتيف بكتيريا زي ما قلنا، يبقى على طول دي اسمها هوريزونتال ايفوليوشن، يعني نقل الجينز من بكتيريا لبكتيريا مش من المذر للتوتال سيل. دي جينز كودز فور برودكشن اوف انزيم ذات ديستروي انتي بكتيريال دراجز.
يبقى عندنا حاجة اسمها transformation في الجينيتكس خدناها, transduction و conjugation اللي بنعمل 6 بايلاي والبلازمت بين الجينات بتاعت الانت. الترانسفورميشن هي لوحدها كده uptake of genes, لقى بالمصادفة لقت انها جين resistant genes فعملت دخلتها في ال DNA بتاعتها وبقت resistant للانتيبيوتيك. هنا transduction by البكتيريوفاج برضو دخل البكتيريا receiving resistant genes وبتدخلها في ال DNA بتاعتها. هنا بقى برضو نفس الحكاية زي ما قلنا, البلازميد بتدخل ايه resistant genes للبكتيريا عن طريق ان في بلازميد هنا في resistant genes. دي اللي هي طرق اللي هي horizontal evolution. Mechanism of action of acquired resistance, هنتكلم ازاي البكتيريا بتبقى resistant, يا اما بال inactivation of antimicrobial agent, هنشوف ازاي حصل inactivation للانتيبيوتيك, أو alteration of permeability, هو مش هيقدر يدخل يعني من بره بره ممكن يحصل له inactivation by enzymes. طيب هو فلت من الانزيمز وعايز يدخل, لا مفيش permeability, alter permeability genes اللي هي acquired بتمنع دخوله, alter target size حتى لو دخل ويدور على target size target sites بتاعته هيلاقيها alter, و replacement of essential pathway. هناخد واحدة واحدة ونتكلم عليها. يبقى هنتكلم الأول إزاي البكتيريا بتستقبل الانتيبيوتيك قبل ما يدخل. يبقى result of production of enzymes, في جينات بتكتسبها تكسر وشغلة الجينات دي إنها تدي أوامر تصنيع الانزيم, الانزيم تخرج وتكسر الدواء. بيتا لاكتاميز مثلا destroy penicillin and kefir spore, acetyl transferase destroy chloramphenicol كول, aminoglycoside modifying enzymes بيأثر على الaminoglycoside زي الجنتاميسين and so on. طيب alter permeability مش هيدخل الانتيبيوتيك ليه؟ لان هو لا تسمح لدخوله enter inability of the antibiotic to enter the bacterial cells. مثلا reduce permeability of pores, وتلاقي الجينات ضيقت البورز مش عايزة التينام يدخل لها, يبقى by modification of pores in case of pseudomonas resistance to tainam. طيب target cell site غيرته, الجينات دي عملت غيرت في تصنيعة التارجت سايت, زي مثلا ايه عندنا حاجة اسمها بنسلين بايندينج بروتين, ده بروتين بيستقبل ايه ريسبتورز يستقبل البنسلين, هي الجينات دي بتغيره, فتبص تلاقي ان الستافلوكوكس اوريوس متعتمد على دخولها على البروتين ده, حصل تغيير فيه يبقى هي مش هتقدر تدخل. ميرسا اند ستريبتوكوكس اللي هي بتعمل التهاب رئوي. عندنا برضو ال 30 اس رايبوزوم ده بيشتغل عليه الامينو كلايكوزايد, حصل ان الجينات غيرت في تصنيع ال 30 اس رايبوزوم, يبقى يجي الامينو كلايز يدور على السايت بتاع التارجت سيلز مش هيلاقي. الالتريشن اوف 50 اس زي الارثرومايس, يبقى الالتريشن اوف التارجت سايت حصل نتيجه ان الجينات عملت غيرت عشان البكتيريا تحمي نفسها. زي ما احنا شايفين ادي البكتيريا بتعمل ايه, طلع لها انزيمز تكسرها, تكسر الانتيبيوتيك. عندها برضو اللي هي الانتيبيوتيك بيدخل بتروح مخرجاها او ما بتدخلهاش اصلا, هي ما بتدخلهاش اصلا. في كمان الانتيبيوتيك ديجريدنج انزيمز احنا قلناها, انتيبيوتيك افلاكس ده البلازمت هو اللي بيدي جينات, هو اللي بتعمل كل الحاجات دي, ده عن طريق الايه مثل اللي هو الهوريزونتال ايفولوشن. ريبليسمنت نقول احنا قبل كده قلنا ان الفوليك اسيد البكتيريا هي اللي بتصنعه بباثوي, بتعتمد على البارا امينو بنزويك اسيد وبتعتمد عن انزيمز
معينة. طب هي لقت الانتيبيوتيك بيشتغل على هذه الانزيم بتجيب انزيمز جديدة وبتجيب باسوي جديدة، يبقى نيو ميتابوليك باسوي فور فوليك اسيد سينثيسيس، يجي السلفونامايد او ترايمتوبرين يشتغل، هيلاقي نيو انزيمز مش هيقدر يشتغل عليها. كروس ريزيستنس، they have the same action. يعني ايه كروس ريزيستنس؟ يعني ممكن ادي دواء عمري ما استعملته قبل كده لكن قليل الريزيستنس. ليه؟ لان هو عنده نفس الاكشن بتاع انتيبيوتيك انا استعملته قبل كده، زي الماكرولايد، مجموعه الماكرولايد دي الثرومايسين ازيثرومايسين اند سو اون. لو انت استعملت الدراج زي الثرومايسين برضو المجموعه في المجموعه نفسها، استعملت دواء تاني برضو من نفس المجموعه هيبقى برضو ريزيستنس. يبقى احنا ايه ما نستعملش لو جالي ريزيستنس من مجموعه زي الماكرولايد مثلا كبيره ازيثرومايسين ارثرومايسين سو اون، ما نستعملش نفس الدواء. ليه؟ لانه عندهم السيم اكشن او سيميلاريتي ان ستراكشر. يعني بص تلاقي الامينو جلايكوزايد دول شبه بعض في الكيميكال ستراكشر، يبقى انت ما دام جه ريزيستنس لواحد يبقى هيجي للتاني، دي اسمها كروس ريزيستنس. يعني ايه كيموبروفلاكسس؟ كيموبروفلاكسس يعني انا ما عنديش عيا بس عايزه امنع ان العيا يجي. طيب او الانفكشن تجي. كيموبروفلاكسس ان يوز ان 3 سيتويشن، ات تايم اوف سيرجري بندي الانتيبيوتيك، الجراح بيخاف من انفكشن بعد العمليه فبيدي الانتيبيوتيك ساعه اثناء التخدير، ساعة بس قبل العملية أثناء التخدير. ليه؟ عشان البكتيريا لما تطلع وهو بيعمل العملية يلاقي الانتيبيوتيك ويتقتل، يبقى مش هيجي post operative infection. In immunocompromised patient، دايما immunocompromised لو بيروح مثلا في مكان فيه infection لازم بنديهم antibiotic. كيموبروفيلاكسيس، كيمو بروفلاكسس بنقول تالت حاجة اللي هي الإنسان بيبقى نورمال وعنده نورمال إيميونيتي لكن إكسبوزد لمين؟ إكسبوزد لنيسيريا مننجيتيدس أو منينجوكوكس مننجيتيدس ديو تو نيسيريا مننجيتيدس. إذا الإنسان بياخد ريفامبتين لمدة 48 ساعة عشان ما يجيلوش الإنفكشن. Thank you very much.